مجلس يحوي الثمينة في رياض الصالحين، تملأ الروح حبورا ترث القلب اليقينا. روضة غنى فيها هدي خير المرسلين، روضة غنى فيها هدي خير المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: باب كراهة تسمية العنب كرما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم المسلم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية: فإنما الكرم قلب المؤمن. وفي رواية للبخاري ومسلم: يقولون الكرم، إن الكرم قلب المؤمن. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب والحبلة. رواه مسلم. ومعنى الحبلة بفتح الحاء والباء، ويقال أيضا بإسكان الباء. باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. متفق عليه. باب كراهة قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت، بل يجزم بالطلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعظم شيء أعطاه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقول أن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكريا له. متفق عليه. باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة. والمراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت، وفعله وتركه سواء. فأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراه. وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق، والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك، فلا كراهة فيه، بل هو مستحب. وكذا الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه. وقد تضارت الأحاديث الصحيحة على كل ما ذكرته. فعن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. متفق عليه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء، قال: ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. رواه البخاري، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مجلس يحوي الثمينة في رياض الصالحين، تملأ الروح حبورا ترث القلب اليقينا، روضة غنى فيها هدي خير المرسلين، روضة غنى فيها هدي خير المرسلين.